كيفكم؟ اليوم رجعت لكم بفيديو جديد من قناتي اسراء جيمر. اليوم احنا بلعبه بي كي اكس تي، واليوم طبعا راح تشوف وين مكان الصندوق السري الثالث، وبغيت يا جماعه كمان نلاقي بهذا الفيديو الصندوق السري الرابع. يعني مع انه الكل بيقول لي تحت بالتعليقات اسراء موجود الصندوق السري الثالث، فحنا اليوم راح نروح ونبحث عن الصندوق الثالث وراح نلاقيها اكيد بسرعه، وراح اجيكم كيف نحصل عليه بكثير طرق. على فكره في بس طريقه واحده بدون مشروب طاقه بدون بدله بدون ولا شيء، فانا لحد الان صراحه ما شفته، ما بعرف وين هو، يعني رح نبحث عليه ورح نشوف وين هو. بس قبل ما نبلش هذا الفيديو نروح ونبحث عن الصندوق السري. اول شيء قبل اقول لكم اشتركوا كذا، فبدي بس اقول لكم اسف مشان صوتي كانه راح، حتى لو ما راح يعني كثير، بس احس انه صوتي راح. المهم بس هيك، فهذا خلينا نبلش. نسيت اشتركوا كمان، حطوا لايك اوكي، اضغطوا على زر اللايك وكمان على زر الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم اي فيديو انا رح نزله، لانه يعني قريبا قريبا كثير حاعمل سحب بمناسبه رمضان الكريم. وعلى فكره رمضان كريم لكم كلكم يا جماعه، وكثير كثير بحبكم. يعني since we're in رمضان ففيني اعمل لكم سحب، عفكر نسوي لكم سحب بي كي اكس تي او روبلوكس او اللي بدكم، فانتوا خبروني تحت التعليقات شو بدكم، واشتركوا عشان اذا لقيت كثير تفاعل على هذا الفيديو والفيديوهات هدول تبع هذا الاسبوع رح اعمل لكم سحب كثير قوي، كثير ناس رح تفوز ونسبه الحظ تبع الناس رح تفوز عاليه كثير، يعني رح تفوزوا مضمونه 100%. فاشتركوا كمان، حطوا تليفوني على الانستغرام اوكي، المهم كل شيء طبعا موجود تحت بصندوق الوصف اوكي، روحوا على صندوق الوصف رح تلاقوا انستغرام تيك توك ديسكورد كل شيء، قنواتي تبع الفلوجات تبع كل شيء. المهم هلا خلي انه نبلش. طبعا هذا الصندوق السري موجود اكيد في البوابات، طبعا بوابه ما بين هدول البوابات الثلاثه، في طبعا ثلاث بوابات. فهلا احنا رح نروح على دجاجتنا الكيوت، واهم شيء لازم على فكره انه نلبس هذيك الهيلمت تبع الرأس مشان ما نسقط اوكي، مشان لما نسقط يعني ما بعرف كيف بشرحلكم، الا راح نحط هاي راح البس هذا الخطيان كثير كيوت. او ماي جاد ما حبيت هيك شعري، لا او ماي جاد لا اخليه زي كذا، هيك احلى هيك احلى، او ماي جاد هيك. وهلا جيب الدراج تبعي اوكي، وروح جيب الصندوق السري. او ماي جاد وير از ات، او ماي جاد ما بعرف وين، بس ما خليني اكبس هاي الدراجة، ما بعرف وين الدراجة الخضراء الكيوت. وخلينا نروح يا جماعة نفتش على الصندوق السري، طبعا موجود بس هون يعني على هدول الاطراف، يا اما على اليمين عم نبحث بالجهتين اثنين. اوكي يلا ليتس جو، اوكي ما موجودين بالبوابة واحد، البوابة اثنين، او ماي جاد اثنين ما موجود. على فكرة قلتلكم يا جماعة اسفة انه صوتي كذا ما بقدر اقول اثنين اثنين اثنين، لا راح الكلام كذا اسفة. المهم خلينا نبحث عن الصندوق، يلا وينك يا لا سقطت، شفتوا لما سقطت هلا ما حسيت بولا شيء لانه راسي خلص، يعني في خودة لابسة على خودة تبع الراس ما حس ولا شيء. ف او ماي جاد لقيته 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 لقيته، او ماي جاد هي هون هي هون، او ماي جاد لقيته. شو الصندوق السري اللي كنت ما رح تحتاجوا ولا ولا شيء، ما رح تحتاجوا ولا شيء، لكن ضروري تلبسوا الخوذه مشان لما تسقطوا ما تحسوا بولا شيء. ف لكم هلا هون الصندوق السري، او ماي جاد رح صوره اكيد، خطوه كثير كثير مهمه مشان تصور الصندوق السري، اكيد لما بلاقي الصندوق السري عم صوره اول شيء زي كذا. مو مبين كثير بس يلا عادي اوكي اوكي، رح اعمل طريقة مشان يبين اكثر زي كذا. لكم لكم او ماي جاد او ماي جاد صدوق اوكي، بدي هلا اعمل سيلفي قبل ما اطيح. ياي او ماي جاد هلا رح اطيح على فكرة. المهم طبعا رح افرجيكم كيف تاخذوه بدون مشروب طاقة بدون بدلة بدون دراجة بدون ولا شيء. شوفوا أول شيء بتروحوا طبعا على هاي البوابة الثالثة، وبتروحوا على هذا المكان أوكي، على
الحاجات اللي بيه وتتا لما بتوصلوا عند الصندوق بتجوا تجربوا كثير كثير اديب عليه. او ماي جاد، لا اسوأ شيء كذا لما بتعلق اللعبه واحنا على داخل الصندوق. يلا يلا يلا. او ماي جاد جايز، اخيرا. او ماي جاد، شوفوا يا جماعه شو موجود بالصندوق السري، موجود 375 فلوس. طبعا هذا العدد من الفلوس كثير كثير صعب مش عاد احصل عليه، فشوفوا بيكيكس يعطونا اياه كذا بكل سهوله. او ماي جاد كثير حبيت. صندوق الرعب على فكره ما عاد موجود، رح اركب انا الدراجه الناريه ودور بيكيكس دي كلياتها. طبعا ما موجود لحد الان صندوق السري يعني الرابع، بس يعني قريبا رح ينزل صندوق السري الرابع. او ماي جاد كثير كثير صراحه مبسوطه لانه اخيرا اجى تحديث الصيف وكذا، او اقصد تحديث الربيع العادي. او ماي جاد كثير اشتقت. ياي ياي ياي. ليتس جو. اوكي او ماي جاد. اوكي اوكي اوكي، لا يا جماعه بتعلق افكار. او ماي جاد لا، طبعا اذا بتفوتوا على الدراجة الآلية هون. او ماي جاد شوفوا، هي هي شوفوا يا جماعه. او ماي جاد نايمه على ولا شيء، شفتوا؟ اتذكر هيك كانت شيء قطعه بتكبسوا على الموبايل او على شيء، والله بتذكر يا جماعه. ايوه زي كذا. ما صارت عم تزبط. لا لا ما صارت عم تزبط. كانت يا جماعة زي كذا خدعة بتخليكم تنامون وانتوا على ولا شيء، شفتوا؟ زي كذا. او ماي جاد هاي. المهم طبعا كذا رح نخلص هاي الفيديو. قولوا لي اذا انتوا اوريدي بتعرفوا. قالت لي كمان هاي. عرفت مين هادي. لا ما عرفته. لا ظنيت انه هي صديقتي. لا واحدة اسمها امي، بس لا هاي اسمها يمي مو امي. لا بدي اقولها هاي، بس قلت لها باي لانه انا عم بقول كل هاي بالفيديو باي، فاجيت اقول باي. هاي هاو ار يو. او ماي جاد بتقولي نايس تو ميت يو، يعني كثير شرف اني شرف لإلي اني تعرفت عليك. شفتك good to see you. بدي اقولها يو تو. او ماي جاد يو تو يو تو كمان يعني يو تو. اوكي قلت لي جريب. لا لا awesome. لا 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 ايش كتبت؟ المهم بس طبعا كذا يا جماعه هخلص هذا الفيديو بس ما تنسوكم. طبعا بحبكم كثير كثير كثير، ولا تنسوا انكم تشتركوا بالقناه وكمان حطوا لايك لهذا الفيديو، لا تنسوا اوكي. وكمان حطوا لي فولو على الانستغرام اهم شيء اللي موجود طبعا تحت بصندوق الوصف. ويب كثير كثير سحب تحبس مشان اسوي رمضان، فاشتركوا بالقناه مشان اسوي لكم السحب باسرع وقت. وقولوا لي انتم شو بدكم السحب على بيكس على روبلوكس على اي شيء انتم بدكم. المهم حطوا لايك وبحبكم وباي.